هنا أحمد من السودان ذكر بأن والده رحمه الله توفي وعليه صيام شهر قضاء، يقول هل يجوز القضاء نيابة عنه؟ هل يصوم عن والده يا شيخ؟ نعم، له أن يصوم عن والده سواء كان القضاء الذي تركه والده عن قضاء رمضان أو كان واجبا تركه، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين وهو دال على أن أهل الميت والأقرب فالأقرب منهم يصومون عن وليهم، يستحب لهم يندب لهم أن يصوموا عن وليهم ما تركه من الصيام، فإذا صام عن والده الشهر أجزاه إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤاله، هل له أن يصوم تطوعاً عن ولده عن والده؟ الجواب نعم، يجوز هذا، لكن ليس هذا أفضل ما يهديه الإنسان إلى الميت. أفضل ما يهدى إلى الأموات بعد قضاء ما عليه من الواجبات هو الدعاء لهم، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها فقال ولد صالح يدعو له، أحسن الله، ولم يقل يعمل له، إنما قال يدعو له، فخير ما يهدى إلى الموت الدعاء لهم. أحسن الله إليكم شيخ.